اتوقع خبر وفاته قبل قتله باسبوع، وبيقال ان اللي قتله هم الجن والشياطين، واللي كان مسخرهم عشانه هي ست شغالة في مجال السحر والشعوذة. قصة النهاردة اغرب من الخيال، وده بسبب احداثها المرعبة واللي فعلا تخليك ما تعطيش الامان لاي حد. بس قبل ما نبتدي في اي حاجة، ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده عشان تشجعنا على نشر المزيد، وعشان كمان يوصل لاكبر عدد من الناس. ويلا نبتدي القصة على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بداية القصة يوم 11 ابريل سنة 1999، لما كان في شاب اسمه كريستوفر كان مسافر في رحلة عمل، وفي اليوم اللي كريستوفر وصل فيه البلد اللي هيخلص فيها شغله، قرر ان هو ينزل على اي مطعم هناك عشان ياكل فيه اي حاجة. وفي الوقت ده قابل ست هناك عندها 55 سنة، وكريستوفر اتعرف عليها في الوقت ده واخد ودة معاها في الكلام. والست دي كانت اكبر منه في السن بحوالي 20 سنة، ومع ان هي كانت كبيرة جدا في السن بس كان منظرها كويس جدا. المهم ان الست دي قعدت تتكلم مع كريستوفر شوية وعرفته ان هي بتحب الموسيقى القديمة جدا، وده طبعا كان نفس الشغف اللي عند كريستوفر. وكريستوفر في الوقت ده فرح جدا لما عرف ان لسه في ناس بتحب نفس الشغف ده، وبالاخص ان في الوقت ده ما كانش عاد حد لسه بيسمع للموسيقى القديمة. المهم ان بعد كده الست طلبت من كريستوفر ان هو يعزف عنده في البيت، وده عشان يفرجها على انواع الموسيقى القديمة اللي موجودة معاه، وعشان كمان يعرفها اكتر عن حياته وعن بيته. وهنا كريستوفر بدأ يقلق جدا منها، وبالاخص ان هو ما بيحبش حد يتدخل في حياته الشخصية بالشكل ده. المهم ان بعد كده كان واضح جدا على الست دي ان هي عاوزة من كريستوفر ان هو يعمل معاها حاجة غير اخلاقية، وكريستوفر اخد باله من الحتة دي جدا، وعشان كده بدأ يبعد عنها. لكنه بعد فترة كان بيتفاجئ بان الست دي كل شوية بتتصل عليه وبتعرض عليه ان هو ليجي لها لما هي تروح له، وهو كالعادة كان بيرفض. وبعد فترة الست دي رجعت تكلمه تاني وبدأت تتكلم معاه بصيغة الامر، وكانت بتقول له ان هو لازم يجي لها ويسمع كلامها في اي حاجة هي هتقوله عليها. وكانت الست دي سلوكها معاه بدأ يظهر عليه العدوانية. المهم ان بعد فترة من الحاح الست دي ورفض كريستوفر، قررت ان هي تنتقم منه وبدأت تظهر له وشها الحقيقي، وكلمته وقالت له ان هي هتنتقم منه وان هي اساسا ساحرة، وان هو لازم يندم ندم عمره عشان كان بيرفض طلباتها. وقالت له كمان ان هي هتعمل له لعنة وهتخليه يموت في خلال اسبوع. وكريستوفر لما سمع الكلام ده اخده باستهزاء وقعد يضحك، لان هو طبعا باصص لسنها وما كانش متوقع ان هي ممكن تقدر تعمل حاجة زي دي. المهم ان هو قال لها بعد كده اعملي اللي انت عاوزاه او اللي تقدر عليه، لكنه ما كانش يعرف ان هو بكده بينهي حياته بنفسه. المهم ان بعد فترة كريستوفر اتصل بحد من اصحابه وحكى له على الموقف اللي حصل بينه وبين الست الكبيرة دي، وقال له كمان ان هي بتهدده بان هي سحرة وان هي قادرة ان هي تعمل فيه اي حاجة هي عاوزاها. وطبعا كان بيقول لصاحبه الكلام ده كله باستهزاء، وبمعنى اصح كده كان بيقول له ان هي في الاول وفي الاخر ست كبيرة واكيد بتخرف. المهم ان صاحبه رد عليه في الوقت ده وقال له كويس ان انت ما سمعتش كلامها، واكيد الست دي ست مجنونة. وقال له كمان هو انت يعني يوم ما تروح تتكلم وتتعرف على واحدة تتعرف على واحدة اكبر منك ب20 سنة ومجنونة كمان؟ وقعد يضحك معاه في الوقت ده وقال له ما تشغلش دماغك. المهم ان كريستوفر بعد كده قفل السكة مع الشخص او الشخصية اللي كان بيكلمها. المهم ان بعد 24 ساعة كريستوفر ركب الطيارة ورجع على المدينة بتاعته من تاني، وده طبعا بعد ما خلص كل الشغل اللي هو كان جاي عشانه. لكن الصادم هنا ان من يوم 13 ابريل وحياة كريستوفر اتحولت 180 درجة للاوحش. مع ان كريستوفر في الوقت ده كان معروف عنه ان هو شخص رياضي جدا وبيحب يحافظ على نظام حياته بشكل غير طبيعي. المهم ان في اليوم ده تحديدا لما كريستوفر دخل على بيته في امان الله وقرر ان هو يدخل يغير هدومه عشان ينام، وفعلا في الوقت ده كان راح رمى نفسه على
على السرير من كتر التعب، لأن هو طبعا كان جاي من سفر وكان لازم ينام عشان يصحى تاني يوم ويقدر يشوف شغله. المهم إن هو بمجرد ما نام على السرير بدأ يسمع أصوات في البيت مش طبيعية، والأصوات دي كانت عبارة عن أصوات همس جاية من مطبخ بيته، مع إن هو أساسا ما كانش متجوز وكان شاب عازب، يعني بمعنى أصح كده هو قاعد في البيت ده لوحده، وكمان مفيش أي حيوانات هو بيربيها أو عايشة معاه في البيت، عشان نقول إن الصوت ده ممكن يكون منها. المهم إن الصوت ده كان باين عليه جدا إن هو بيتجول في الشقة كلها، وكأنه عاوز يعرف كريستوفر إن هو موجود معاه في البيت. وكريستوفر في البداية كان عنده إحساس إن ده ممكن يكون حرامي عادي وجاي عشان يسرق الشقة، لكن ما كانش في دماغه إن ده ممكن يكون شيطان أو جن، أو بمعنى أصح كده حاجة متسخرة له هو مخصوص. المهم إن هو بعد كده آخر مزاق قرر إن هو يقوم من على السرير ويروح يشوف الصوت ده إيه بنفسه، وفضل ماشي ورا أثر الصوت ده في البيت لحد ما وصل عند أوضة معينة كانت موجودة والصوت ده كان طالع منها، وكان بابها في الوقت ده مقفول، وأول ما فتح الباب الصوت اختفى مرة واحدة. المهم إن هو دخل الأوضة وقعد يبص حوالينه يمين وشمال، وكان بيتمنى في الوقت ده إن ما يكونش فيه حاجة فعلا، لحد ما عينه جت بالصدفة على باب الشقة وهو مقفول، وأخد باله في الوقت ده إن في حاجة بتعدي من قدامه، والحاجة دي كانت عبارة عن ظل وبس، وكأن الحاجة اللي بتعدي دي حاجة من العدم. المهم إن كريستوفر أول ما شاف الظل ده قال أكيد ده حرامي، وكان برضه لسه ما جاش في دماغه إن دي حاجة متسلطة عليه. المهم إن هو في الوقت ده طلع يجري على طول على زراير النور بتاعة الشقة وقام مولعها، لكنه بعد ما ولع النور اتفاجئ إن مفيش أي حد في البيت، مع إنه قلب البيت كله في الوقت ده وبرضه مفيش حاجة. المهم إن هو فضل واقف شوية في بيته وبدأ يسمع صوت الهمس ده جاي من تاني، لكن المرة دي كان جاي من الأوضة اللي هو نايم فيها، وهنا طلع يجري على الأوضة دي على طول وقعد يبص فيها يمين وشمال، وكمان نزل يشوف تحت السرير يمكن يكون في حاجة تحته وهو مش آخد باله، وبص كمان في الدولاب، لكنه ما كانش بيتلاقى أي حاجة بتدل إن في حد موجود في البيت. المهم إن تاني يوم وبعد ما كريستوفر ما شافش ريحة النوم، قرر إن هو يتصل على واحدة من أصحابه ويحكي لها على كل اللي حصل، عشان يمكن يكون عندها تفسير للي بيحصل. المهم إن هو لما كلم صاحبته دي وحكى لها على كل حاجة كانت مستغربة جدا من اللي بيحصل، وما كانش عندها أي تفسير منطقي للي بيحصل معاه. المهم إن بعد كده صاحبته دي عرضت عليه إن هو يبلغ الشرطة على اللي بيحصل معاه، لكن كريستوفر ما كانش مقتنع بالحكاية دي، لأن هو بالعقل كده هيروح يقول له للشرطة إيه بالظبط، يعني بالعقل كده هيروح يقول لهم إن أنا في صوت همس في بيتي وضلال غريبة بتظهر وأنا مش عارف من إيه، أكيد هيردوا عليه في الوقت ده وهيقولوا له إن أنت بيتهيأ لك. المهم إن الوضع ده فضل يتكرر معاه كذا يوم وبرضه مش عارف يحله، لدرجة إن هو فضل ليلتين أو تلات ليالي ما جالوش ريحة النوم، وكمان هو كان يعتبر قلل أصحابه كلهم عن اللي بيحصل معاه، وأهله كمان كانوا عرفوا، وما كانش فيه حد عنده منهم كلهم أي تفسير للي بيحصل، لحد أما في يوم كريستوفر كان رايح ينام وقرر إن هو ما يشغلش دماغه بالهمس ده وينام، وده عشان كان عنده إرهاق شديد جدا، لكن في اليوم ده صوت الهمس بدأ يظهر من تاني لكن بصوت أعلى وأعنف، لكن الغريب والصادم هنا إنه في اليوم ده بالذات ما كانش عارف يتحرك من على السرير، وكأن كان في حد في الوقت ده مكتفه ومش عاوزه يتحرك، وما كانش في حاجة بتتحرك فيه غير عينه وبس، وصوت الهمس ده كان باين عليه في البداية إن هو جاي من بره الأوضة اللي هو نايم فيها، لكن بعد كده الصوت ده دخل له جوه الأوضة وبدأ يظهر إن هو طالع من الدولاب، وبعد كده الصوت انتقل من الدولاب لتحت السرير اللي هو نايم عليه، لكن الصادم إن اللي بيعمل الصوت ده بعد شوية بدأ يظهر له، وبدأ يطلع له من تحت السرير على شكل ظل، وده نفس الظل اللي هو شافه قدام باب الشقة، وطبعا زي ما قلنا هو في الوقت ده ما كانش عارف يتحرك نهائي، ولا كان حتى قادر إن هو يحرك بقه ويصرخ. المهم إن بعد كده الظل ده بدأ يمسك كريستوفر من رقبته وبدأ يخنقه جامد جدا، وكريستوفر في الوقت ده ما كانش عارف يتنفس، لدرجة إن الظل ده رفعه في السماء وسابه نزل على السرير مرة واحدة، وفجأة الظل ده اختفى وما عادش ليه أي وجود، وكمان صوت الهمس في الوقت ده اختفى معاه، وطبعا كريستوفر في الوقت ده عارف إن الحاجة دي عبارة عن شيطان أو جن، والكيان أو الشيطان ده عمال يطرده وقاعد له في البيت.
البيت. المهم ان بعد كده كريستوفر قام من على السرير واخد باله في الوقت ده ان السرير كله غرقان دم، وده بسبب ايده اللي كانت متجرحة من كل حتة، وما كانش يعرف برضو ايه اللي عمل فيها كده او وصلها للمرحلة دي، لانه زي ما قلنا لما الضل ده كان موجود ما كانش حاسس باي حاجة ولا كان قادر ان هو يتحرك اساسا، لان هو ما حسش بالضل ده غير وهو بيخنقه. المهم ان هو بعد فترة اتصل على اصحابه كلهم وحكى لهم برضو على اللي حصل معاه، وكل ما كان بيكلم حد كان الشخص اللي هو بيكلمه بيبقى عاجز عن الرد، لان هو طبعا مش عارف ايه ده ومش عارف ايه سببه، وكانوا دايما اصحابه في كل مرة يقولوا له بلغ الشرطة. المهم ان بعد فترة كريستوفر زهق وجاب اخره وقرر ان هو يحارب الروح او الكيان اللي موجود عنده في البيت ده بنفسه، وفي الوقت ده راح لمكتبة دينية قريبة من البيت بتاعه واشترى من هناك مجموعة كبيرة جدا من الصليب، وده على اعتبار ان هو هيحميه من الشياطين. وفي الوقت ده صاحب المكتبة استغرب جدا هو شاري الكمية دي كلها ليه، ولما صاحب المكتبة سأل كريستوفر على سبب شرائه للكمية دي كلها راح كريستوفر حكاله على اللي بيحصل معاه، وهنا صاحب المكتبة اداله كم كتاب وقال له ان الكتب دي لازم تبقى معاك في البيت وتقرأ منها، ودي هي اللي هتحميك من الارواح او الكيانات اللي مش كويسة. وهنا كريستوفر اخد الكتب والكمية الكبيرة من الصليب اللي هو اشتراهم وطلع بيهم على البيت وعلق الصليب على كل حتة في بيته، وكمان قطع ورق الكتب اللي هو جابها من المكتبة وعلقها هي كمان على كل جدران البيت. المهم ان بعد كده في اليوم ده محدش يعرف ايه اللي حصل لكريستوفر بالظبط، لان هو ما تواصلش مع اي حد من اصحابه زي ما كان بيعمل، لكن كان من الواضح ان في حاجة اتسببت في ان هو جاله حالة رعب غير طبيعية وبسببها ساب شقته في نص الليل. وفي اليوم ده لما ساب شقته راح واجر شقة تانية في فندق قريب منه. المهم ان في اليوم التاني صاحبة كريستوفر اتصلت عليه لكنها اتفاجئت بان هو ما بيردش عليها، وهنا قررت ان هي تسيب له رسالة صوتية على التليفون لحد ما يجي عشان لما يجي يسمعها ويتصل عليها. المهم ان بعد كده اصحاب كريستوفر لما اخدوا بالهم ان كلهم مفيش فيهم ولا واحد عارف حاجة عنه قرروا كلهم ان هم يروحوا ويبلغوا الشرطة بكل اللي حصل وكل اللي كان بيحكوه لهم، والشرطة هنا لما جالها البلاغ راحت على شقة كريستوفر على طول، واخدوا بالهم في الوقت ده ان في كمية كبيرة جدا من الملح محطوطة قدام باب شقته، والشرطة في الوقت ده قعدت تخبط عليه لكن ما كانش في حد بيرد، واخدوا بالهم في الوقت ده ان الباب اساسا مقفول وان مفيش حد جوه، وطبعا ما كانش معاهم في الوقت ده اذن بان هم يقتحموا البيت وما كانش ينفع يعملوا حاجة زي دي من دماغهم، عشان كده قرروا ان هم يمشوا ويبلغوا اصحابهم بان لما يكون في اي جديد هم هيبلغوهم. وطبعا زي ما انتوا عارفين كريستوفر في الوقت ده اساسا كان بايت في شقة في فندق. المهم ان بعد كده بيقال ان كريستوفر رجع على بيته وبعت رسالة في اليوم ده لصاحبته اللي كانت سايباله تسجيل صوتي، وقال لها في الرسالة ان هو اكيد هيموت النهاردة لانهم اكيد مش هيسيبوه. وصاحبته في الوقت ده ما كانتش عارفة ايه اللي بيحصل بالظبط او مين دول اللي هم مش هيسيبوه، لكنها بعد كده اخدت بالها وعرفت ان هو كان بيتكلم على الحاجات والاصوات اللي بتظهر له في البيت، وكل اصحابه في الوقت ده بدأوا يعرفوا وياخدوا بالهم ان كل اللي بيحصل له ده بسبب الساحرة اللي هو كان قابلها وكان قاعد معاها، وان الساحرة دي فعلا بتنفذ وعدها ليه وان هي هتقتله ومعدتش هتخليه يشوف ريحة العيشة، وان اكيد الكيانات والاصوات اللي بتظهر له في البيت دي اكيد الساحرة هي اللي مسلطاها عليه. المهم ان من تاني وبعد فترة كريستوفر ما عادش حد عارف عنه اي حاجة والبلاغات كترت عنه بشكل غير طبيعي، وهنا قررت الشرطة ان هي تقتحم عليه البيت، وفعلا اقتحمت البيت واول ما فتحته اتفاجئت بالمنظر اللي قدامها، وفي الوقت ده شافت شموع سايحة في جميع اركان البيت وشافت كمان الاوراق المتعلقة على جدران البيت في كل مكان، لكنهم ما كانوش لاقين كريستوفر في الوقت ده، لكنهم اول ما دخلوا الحمام اتفاجئوا من المنظر اللي هم شافوه، لانهم في الوقت ده شافوا كريستوفر ميت في قلب البانيو، وكان في الوقت ده لابس هدومه وما فيش عليه اي اثار ضرب او تعذيب، وكمان البانيو في الوقت ده ما كانش فيه اي مية. لكن اللي كان مجنن الشرطة في الوقت ده ان ما فيش فيه اي اصابات تدل على ان حد قتله، وهنا قرروا ان هم يودوه للطب الشرعي ويستنوا النتيجة، ولما النتيجة طلعت عرفوا ان هو مات بأزمة قلبية، وهنا بقى يفضل لغز كريستوفر لحد النهاردة محدش عارف يحله، واللغز ده ان ايه الحاجة
اللي هو شافها وتسببت في موته. وهل فعلا ممكن يكون الست العجوزة اللي هي قالت له ان انا ساحرة ليها علاقة بالموضوع ده، ولا ممكن ده عشان يكون هو وهم نفسه بكلامها عشان كده هو مات؟ لكن في النهاية الله اعلم عن اللي ممكن يكون حصل معاه بالظبط. ودي كانت قصة كريستوفر اللي حيرت كل اصحابه وحيرت الشرطة كمان. ما تنساش تسيب لنا رأيك في التعليقات، ولو القصة عجبتك ما تنساش تعمل لايك عشان تشجعنا على نشر اكبر عدد من السلسلة دي. وطبعا ما تنساش تشترك في القناة عشان تشوف كل القصص اللي احنا بنعرضها. واشوفكم على خير الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله.